بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم وصايا. اليوم الوصايا لأبنائنا المقدمين على الزواج، كيف يختار الزوجة المناسبة، وكذلك لبناتنا كيف تختار الزوج أو الرجل المناسب. ونحن نعلم يقينا بأن الزواج السعيد هو الذي ينبني على أسس سليمة وعلى اختيار سليم، لأنه سينتج من هذا الزواج الأبناء والذرية، وقد يستفيد المجتمع ومن تلك الأسر اللي تنتج الأولاد وتربيهم وتنمي قدرات، يعني المجتمع من أين يأخذ كوادره؟ من أين يأخذ طاقاته قدراته بعد الله سبحانه؟ يأخذ من الأسر، فكل أسرة تنتج لمجتمعها الكفاءات العالية والكفاءات المطلوبة لتغطي النقص في المؤسسات التربوية والسلوكية والأخلاقية وغير ذلك. إذن نحن بحاجة إلى أن نبني أسرة لبنة جيدة قوية متينة لبناء مجتمع متماسك، يعني حضاري، مجتمع يعني يقوده الجيل والأبناء إلى الرقي والسعادة. طبعا الزواج الله سبحانه وتعالى شرعه للجميع، والزواج من المستحبات، لم يكن بعض العلماء قال أنه واجب على الإنسان أن يتزوج، وإن كان اتفقوا على أن من خشي على نفسه الفتنة وجب عليه الزواج أي الحلال. إذن الزواج سعادة، الزواج مؤسسة، الزواج كيان، الزواج لبنة، الزواج نواة، أسرة قائمة. فتخيل أنت تعيش وحدك ثم تكون لك زوجة ثم يكون لك أبناء ثم يكون لك أحفاد ويكون لك ذرية، وسبحان الله هكذا يتكاثر الناس. إذن الزواج مطلوب، لكن يبقى الأسس الصحيحة لاختيار الزوجة واختيار الزوج. طيب ما هي الضوابط؟ ما هي الآلية؟ ما هي المعايير من خلالها أنا أختار شريك حياتي؟ الله سبحانه وتعالى خلق الناس ويعلم ما يصلحهم وما يفسدهم، وهو اللي ألف بين القلوب وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، فالله هو اللي ألف قلب الزوج على الزوجة. طيب بالنسبة لاختيار الزوجة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. إيش قال؟ فاظفر بذات الدين، يعني تنكح يطلبها الرجال إما لجمالها الجمال، وإما لمالها إذا كان عندها فلوس، وإما لحسبها إذا كان عندها أسرة عريقة أسرة كبيرة، وإما لدينها. فكل هذا لا يملك الإنسان إلا الدين. المرأة اللي عندها جمال ما عندها دين لا خير فيها، المرأة اللي عندها مال لكن ما عندها دين لا خير فيها. طبعا يدخل في الدين الأخلاق، لأنه ما قال فضفض بذات الدين والخلق، قال فضفض بذات الدين. المرأة اللي ما عندها أو اللي عندها حسب بس ما عندها أخلاق لا خير فيها. المرأة اللي عندها دين ولو إن ما عندها ولا شيء من مما سبق هي المرأة المطلوبة، إن جمع مع الدين الجمال لا بأس، إن جمع مع الدين المال لا بأس، وإن جمع مع الدين الحسب لا بأس. كان يكون يعني يطلب امرأة صاحب الدين وموظفة لا بأس، حتى تعين بأموالها. فإذا هنا الأصل الدين، فإذا كانت موظفة والساعة عشان والله السعادة ما في بأس، إذا كان والله يطلب بنت من عائلة أو من حسب ونسب لا بأس، لكن يكون الأصل الدين، لأن الإنسان يرتفع بدينه. والله يعني سبحان الله، الإنسان بدون دين لا شيء، لا يزن عند الله جناح بعوضة إذا ما عنده دين. ففضفر بذات الدين، يعني ابحث عن صاحبة الدين
وإلا تيبت يداك. إيش تيبت يداك؟ التصقت يداك في التراب، لأنك ما راح تحصل شيء من مالها ولا من جمالها ولا من حسبها، ما تحصل شيء. فإذا الدين هذا سينسحب على أولادك، على ذريتك. فعندما تطلب البنت للزواج اطلبها لدينها. وأنا أستغرب بعض الشباب أهم شيء عنده قضية الجمال، يقول لا بس بالدين، لكن أهم شيء عندي إيش؟ الجمال. طيب إيش يغنيك الجمال إذا كانت هي لا دين لها أو لا تصلي؟ أنا يقول ما يهمني صلاتي. بعض يقول هذا كلام، أنا مأذون بالمحكمة، مأذون شرعي. بعضهم يقول ما يهمني دين، ما أصلي ما أصلي، يعني ما يهمني، المهم أن تكون البنت جميلة. وهذا يقول المهم أن تكون بنت عائلة، وهذا يكون من هالقبيلة، وهذا من بنت عمي، وهذا. طيب بنت عمك ليست يعني متدينة، ما يهم، المهم بنت عمي. بنت خالك ليست متدينة، المهم بنت خالي. وقد نحن نأثم عند الله سبحانه وتعالى، قد نأثم عندما نقول لا والله احنا يعني لازم نزوج البنت للولد، كما تقول احدى البنات تقول انا انسانه ملتزمه، انسانه متدينه جدا وقوامه صوامه، خريجه الشريعه، يزوجوني ولد عمي، هو سكير راعي مخدرات مدمن فاسد، ولا يجلس في البلد، كلها في الدول اللي فيها الاباحيه. تقول يعني اريد الطلاق، قال لا ما في طلاق، ولد عمك ما في طلاق. من السبب فيهم؟ احنا، نحن كآباء. لا خلاص ولد عمله، طيب عنده دين ما عنده دين، هي عندها دين لا مو مهم، بنت عمك يعني تاخذها تاخذها، وهي بنت فاسدة، كيف يكون هذا؟ يجبرون على هذا. او البنت اذا ما يعني تتزوجين واحد ما عنده دين، واذا ما تزوجتي تظلين ما تتزوجين. ايش هذه قوانين؟ من وين طلعت يا جماعة؟ هذا خالف، هذا حق الله سبحانه وتعالى. احنا ما يجوز نسلب الناس حقوقهم. البنت تختار الشخص المناسب لها، والولد نفس الحكاية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل شو اسمه لجابر، قال اذهب وانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. واحنا نقول لا 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 ما عندنا، شوف ما نشوف، ما ممنوع. من يقول ممنوع؟ عندك؟ عندك ولا عند الله؟ قال انا مالي شغل، انا عندي لا ممنوع. ليه؟ قال هاي عادتنا، هاي تقاليدنا. ما يصير يا جماعة. أما بالنسبة للزوج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يعني إذا جاءكم إنسان صاحب دين وخلق هذا زوجوه. لأن أحيانا لماذا لم يقل فضفض بذات الدين والخلق، إنما قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه؟ لأن عادة المرأة التي تدينت يكون معها أخلاق، يعني قال بالحياة ويعني امرأة وأنثى يكون معها أخلاق، بينما رجل أحيانا يكون عنيف. إذا جاءكم من أتاكم من ترضون دينه وخلقه، وقد يكون عنده دين لكن ما عنده أخلاق، إنسان عنيف، إنسان يعني متجبر متكبر متعجرف قاسي، قد يكون أخلاقه سيئة. بعضهم يصلي لكن يرابي، وبعضهم حتى سمعت عن بعضهم يقول هو يصلي لكن لا يترك الخمر ولا المخدرات، كيف يكون هذا؟ فلا بد ان يجمع بين الاثنين، اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا اللي زوجونه. فان لم تفعلوا تكن فتنه وفساد كبير او فساد عريض. يعني الشخص اللي ما يملك دين ما يملك خلق لا تزوجونه. او الشخص يملك خلق، بعضهم الله عنده اخلاق كالجبال، اخلاق جميله جدا، لكن ما عنده دين، لا يصلي ولا يعرف ربه، ما كيف يربي أولاده، كيف ينشئهم، وكيف الزوجة؟ لأن بعض الزوجات انحرفت بسبب الزوج، يضغط عليها إلا أن تأخذ حتى من دينها ومن إسلامها. فإذا هذا هو أسس الأصل. لا يعني لا يجب على أو لا ينبغي على الوالدين أن نجبر الأبناء على الزواج، قد يضرهم في المستقبل. فلذلك أنا أقول يعني الزواج سكينة، الزواج سكن، الزواج مودة، الزواج محبة، كما قال الله سبحانه وتعالى لتسكنوا إليها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الله سبحانه وتعالى مجرد ما يعقد بين اثنين زوج وزوجة تدب المودة والرحمة، ما شلون؟ سبحان الله، قبل عقد الملكة أو الملكة
أو عقد القران ما في مشاعر، بس عقد القران قالت زوجي أبي أشوف زوجي، وهي تقول أبي أشوف زوجي وأبي أشوف زوجتي، جاءت المشاعر والمودة والرحمة. هذا من الله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.